بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل مع بعض دراستنا في سفر الخروج. احنا كنا خلصنا الأسبوع اللي فات لحد الإصحاح الثامن، والنهاردة إن شاء الله ناخد الإصحاح التاسع. نبتدي يعني في الإصحاح التاسع، ممكن نكمل كمان ناخد أكتر شوية. الإصحاح اللي فات كان في 4 ضربات اللي هما تحويل المية لدم، والضربة الثانية بتاعت الضفادع، والضربة الثالثة بتاعت البعوض، والضربة الرابعة بتاعت الذباب. بعد كده دي الضربة الخامسة بقى. ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين: أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد، فهيد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل وعلى الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وبأن ثقيلا جدا. ويميز الرب بين مواشي الإسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت من كل ما لبني إسرائيل. وعين الرب وقتا قائلا: غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض. ففعل الرب هذا الأمر في الغد، فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد. وأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها واحد، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. دي الضربة الخامسة، وفيها يقول لك غلظ قلب فرعون. احنا عندنا 5 ضربات فيهم يقول لك ايه؟ غلظ قلب فرعون. لكن الضربة ابتداء من الضربة الستة بقى يقول لك غلظ الرب، او اغلظ الرب قلب ايه؟ فرعون. يعني دايما الانسان هو اللي بيقفل قلبه، ولما يقفل قلبه ربنا يختم على كده، لما يستنفذ الانسان كل فرص التوبة اللي متوفرة ليه. دي الضربة الخامسة كانت على المواشي. طبعا واضح انه يعني ربنا له سلطان على الموت والحياة، وربنا هو اللي بيعطي، فهو اللي من حقه انه يأخذ، لانه هو المالك، هو الصاحب. وانا اعتقد انه فرعون والمصريين راحوا خدوا شوية من مواشي شعب اسرائيل، يعني لما لقوهم هم كويسين فخدوا شوية من مواشيهم، لان بعد كده تيجي ضربة تانية على المواشي المتبقية اللي كانت لسه مع المصريين. فبعت فرعون يقول لك واذا مواشي، بعت يسال، يعني بعت يستفسر، يعني الكلام صح ولا غلط، ربنا بينقي ولا لا. ها، راح وتاكد، ومع ذلك ما امنش. فكره ينقي دي هنشوفها في اليوم الاخير. ربنا بيختار الناس بتاعته، بينقي كده، يقول لك يؤخذ الواحد ويترك الايه؟ الاخر. 2 على فراش يترك الواحد ويترك الاخر، ويؤخذ الواحد ويترك الاخر. 2 في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر. 2 تطحنان على رحى، تؤخذ الواحده وتترك الاخرى. ده معناه ان ربنا مش بياخد الناس كده شروه على بعض. هياخدنا كده شروة الكنيسة باللي قاعدين جواها يوصلوا دخلهم الملكوت. لا، ده بيلقط واحد واحد من بتوعه. دول الناس الأمن، هو عارف القلوب وبيحاسب صح، وعارف جوه القلب فيه ايه، وهياخد واحد واحد بالاسم. بالاسم يؤخذ الواحد ويترك الآخر. يمكن 2 اخوات، يمكن 2 في شغل واحد، يمكن 2 في نفس الظروف، بس هيبقى في فرق. هم شعبين عايشين في نفس الأرض وفي نفس الظروف، ولكن في شعب تعاقب والشعب التاني في بركة في حياته، ما فيش حاجة جرالها. لك فلا يموت، يعني ما فيش حاجة من ماتت جميع مواشي المصريين، أما مواشي بني إسرائيل فلم يموت منها واحد. وفرعون بعت وتأكد، ومع ذلك غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. دي الإيه؟ دي الضربة الخامسة. ثم قال الرب لموسى وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأتون
وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. ساعة الإنسان لو الحاجة يعني مش مؤثرة على جسمه خلاص اللي راح راح، ها يعني جت ايه اللي يجي في الريش بقى شيش يعني حاجة يعني ايه، لكن بقى بدأت حاجات توجعهم في جسمهم. يقول لك دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذ رماد الآتون ووقف أمام فرعون وذره موسى نحو السماء فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم. واضح إن إيه هما جابوا شوية بهائم جديدة من عند المصر من عند شعب إسرائيل، فبدأت البهائم دي تمرض زيهم بالظبط. ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. نفس الناس السحرة والعرافين كانوا إيه؟ كانوا بيعانوا من الأمراض دي أو من الدمامل دي. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم موسى، كما كلم الرب موسى. هنا بدأ ربنا إيه؟ يقفل على فرعون في العصيان. ساعات الإنسان لما بيكون عنيد ومصمم على رأيه ده بيبقى نتيجة كبرياء وإحساس إن هو قوي، فربنا يبعت له نوع من التأديب علشان يعرفه ضعفه، يعرفه بس ضعفه إنه ضعيف وجسده ده ضعيف، ده لمسة يقع نفخة كده، مين هو الإنسان ده؟ والجسد ده متفرعن ومتقوي وبيعاند وبيتكبر، ده ولا حاجة. حتى السحرة والعرافين في تيموساوس الثانية الإصحاح الثالث يقول إيه، كان بيكلم على بعض الناس، معلمنا بولس الرسول يعني بيكلم تيموساوس بيقوله على بعض الناس المعاندين، فبيقوله كما قاوم ينيس وينبريس موسى. مين ينيس وينبريس دول؟ دول غالبا السحرة والعرافين، يعني دول اتنين من السحرة والعرافين اللي كانوا بيقووا فرعون. وطبعا في الضربة الثالثة قالوله احنا مش هنقدر على الرجل ده، هذا اصبع الله، ان ده بيخلق ودي اكبر من مستوانا. لكن كانوا بيحاولوا يعملوا كل حاجة، يقولوا له برضه احنا نعرف نموت حد نموت ولكن كانوا بيعجزوا في بعض الأحيان. يقول لك لم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين، ومع ذلك كانوا بيقاوموا برضه. عايز أقول دايما إنه اللي عايز يعرف الأمر ده من ربنا ولا من الشيطان بيبقى باين، يبقى واضح. الشيطان دايما عاجز وبيتكشف، زي ما يكون واحد بيكذب، اخترع موضوع كده وبيكذب، وبعدين دايما ايه الكذب بيتفضح. لكن لما يكون الانسان صادق مهما الدنيا كلها وقفت قدامه وكل يوم بيبان انه صادق، هكذا كلام ربنا وكلام عدو الخير. كلام ربنا دايما صادق، وكل يوم نكتشف ان هو صادق وامين ووعوده امينه ووفي بوعوده. وعدو الخير بيبان كلامه، يدي وعود وطبعا كلها سراب، كلها سراب. المهم ان هم ما قدروش يقفوا قصاد موسى، دي الضربه السادسه. ثم قال الرب لموسى، يعني فرعون الدمامل في وشه وفي جسمه وفي كل الشعب وفي الصحراء وفي البهايم بتاعتهم، ومع ذلك برضه قافل. ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدوني. يعني هو ربنا واضح، هو مش عايز، هو مش داخل في تحدي مع فرعون ولا عايز يأذيه، هو بيقول له بس اطلق شعبي
ده ابني البكر، إسرائيل ده ابني البكر اللي أنا اخترته من وسط العالم علشان أجي منه وأجي كمخلص للعالم كله وأبارك الطبيعة البشرية ورقيها وخليها تتحد بيا. ده ابني البكر اللي أنا جايبه، اللي أنا مختاره من وسط العالم يبقى باكورة لخلاص العالم كله، وانت واخده بتزله. اطلق ابني، اطلق شعبي ليعبدوني في البرية، لأني هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك كي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. برضو من ضمن التشويش بتاع عدو الخير إنه يقول للإنسان إيه اللي أنت قصدك عليه، يعني إنه ربنا عمل معاك الموضوع ده؟ ما بالصدفة دي جت كده. طيب والموضوع اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، وكل يوم ربنا بيعمل معانا. والواحد لو يقعد يفتكر كده ما يفتكرش كل حاجة، وياريت الشاطر اللي يقعد يكتب قد إيه ربنا بيعمل معاه كل يوم. لكن عدو الخير يقول لك دي جت كده، ودي يعني ما ندقش عليها، ودي اشمعنى ادق على حاجه واقف عند حاجه تافهه ما تستاهلش، وعند عمل ربنا افوته كانه لم يكن. وقول يعني حاجه كده بتحصل وخلاص زي اي حاجه بتحصل في الدنيا. في حين يمكن واحد لو قال لي كلمه ما نسهلوش، بص قال لي ايه في وسط الناس، بقت جدع على دي اللي تقف فيها. أو واحد لسانه فلت بحاجه خلاص فوت، لكن ده عمل ربنا. الله، ده الواحد ده دي الحاجه اللي الواحد يقف عندها. بص ربنا عمل معانا ايه، بص ربنا عمل معايا انا شخصيا ايه. كلنا ربنا عمل معانا شخصيا اعمال عظيمه وكل يوم، عشان نعرف انه ليس مثله في الارض كلها. هو فرعون مره واثنين وثلاثه ومفيش ما بيصدقش، فقال له كده، قال له لكي تعرف ان ليس مثلي في كل الارض، فانه الان لو كنت امد يدي واضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض اصلا، كان ممكن ابيدك خالص من الارض، ولكن لاجل هذا اقمتك لكي اريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الارض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه؟ ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل أحمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي رب يعني دي الوصية، بيقول له كده، بيقول له أنا حرمي برد شديد جدا، يبقى الجو بارد وبتمطر تلج بحتت كرات كبيرة وعواصف، فكل اللي هيكونوا مش متداريين جوه بيت هيموتوا. فزي بيحذر بيقول له شايف انا هعمل ايه، وبقول لك اهو خلي بالك. فالذي خاف كلمه الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت، واما الذي لم يوجه قلبه الى كلمه الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. الله، شوفوا بقى حاجه لذيذه وواضحه خالص، كلمه ربنا اهي، الوصيه اهي، اوجه قلبي ليها احيا، أهملها أموت. حتى ناس من المصريين بدأوا يأمنوا بربنا، يقول لك وجهوا قلبهم لكلمة الرب وحذروا وراحوا لموا حاجتهم ومواشيهم وعبيدهم وكل الناس اللي بره ودخلوه وخافوا وانتبهوا لكلمة ربنا. كلمة ربنا قصادنا للحياة مش للموت، لكن اللي يرفضها اللي ما وجهش قلبه ليها يموت، يموت. العيب مش عند ربنا، عيب عند الناس اللي ما بتلتفتش النصيحة الجميلة. وصية ربنا دي نصيحة جميلة لينا، اللي يستهين بها وما يوجهش قلبه ليها يضيع. عشان كده احنا دايما شطارتنا
نحن نوجه قلوبنا لكلمة ربنا، نتشغل بكلمة ربنا ونوجه قلوبنا ليها. هي دي شطارة ولاد ربنا، هم يوجهوا قلوبهم لكلمة ربنا. يقولوا كده على عزرة انه كان كاتب ماهر في شريعة موسى، هيأ قلبه لطلب الرب وانه هو يقرا ويدرس في الشريعة. اجمل حاجة في الدنيا ان الانسان يتشغل بكلمة ربنا، يتغني، يفرح، ويعرف يصلي، يعرف يمشي في سكته مظبوط، يلاقي بركات ربنا في حياته لا حصر لها، كلمة ربنا. فدول هم ناس مصريين ما يعرفوش ربنا أصلا، لكن يقولك وجهوا قلبهم لكلمة ربنا وخافوا كلمة ربنا. خافوا يعني إيه؟ يعني عطوا اهتمام، يعني انتبهوا، يعني قالوا لا لا لا، الكلام ده لازم ناخده جد، لازم ناخد كلمة ربنا جد. ما ينفعش الواحد ياخد كلمة ربنا كده باستخفاف، معلش ما ربنا رحيم، معلش ما يبقى في فرص تانية. اللي ياخد كلمة ربنا باستخفاف يهلك. لكن في ناس خافت كلمة ربنا، بعض من عبيد فرعون خافوا وخدوا الموضوع جد جدا، فهربوا بعبيدهم ومشيهم للبيوت. أما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب، ما عطاش ودن، ما مالش بقلبه كده، مش مهم، حاجة مش مهمة، فترك عبيده ومشي في الحق. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر، وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء، فأعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض. البرق كان بيجري يعني مش من السماء على الأرض كده يحرق. وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر، وجميع ما في الحقل من الناس والبهائم، كل اللي في أماكن مكشوفة مات. وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل، إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد. ربنا عارف يعمل إيه، سيلكتف، عارفين الدواء اللي يقول لك ده الدواء ده سيلكتف، بيشتغل على كذا بس، ما يأثرش على حاجة تانية، يشتغل على الحاجة الفلانية بس. كلما الدواء يبقى كويس بيبقى فعلا لازم يكونوا عاملين حسابهم انه يؤثر على الحاجة المطلوبة بس، ما يعملش سايد افكتس تاني، سيلكتف. ربنا كده لما بيعاقب او بيوجه او بيبعت رسالة بتبقى مخصوصة، مش بياخد دم على. يعني لما إبراهيم قال له أتهلك البار مع الأثيم، قال له لا يا إبراهيم عمري ما أعمل كده. طب لو فيها 50، لو فيها 45، لو فيها 40، وهو بيفوض يعني على سدوم وعمورة لحد لما وصل لـ10، قال له ما فيش 10، لو في 10 أنا كنت أصفح عنها، عمري ما أهلك البار مع الأثيم، هو ما فيش بار غير لوط وأنا هطلعه. إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهم: أخطأت هذه المرة. يا سلام، هذه المرة بس يعني؟ طب ما أنت أخطأت في اللي فات كله، أمال اللي فات ده كان إيه؟ لازم الواحد يواجه نفسه بصراحة، لازم الواحد يعني يواجه نفسه ويراجع نفسه بكل صراحة ويعترف بكل أخطاء. مش المرة دي شغل يعني خداع، خداع، بيخدع نفسه وبيحاول يخدع الآخرين. أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. لا يا أخويا، ما حطيت شعبك معاك ليه؟ ما أنت السبب. الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار، ما حدش قال لك حاجة زي كده، وربنا مش عايزك تقول كده، ربنا عايز حاجة محددة، اطلق شعبي ليعبدني بس.
مش عايز كلام معسول، مش عايز كلام كده. في ناس شاطرة في الكلام لكن ساعة الفعل يبتدي مش عايز يعني ينفذ. ربنا عايزني أساعد فلان، ممكن أنا أقعد أقول كلام حلو بقى، أنا بحبه جدا وأنا بقدره جدا. حبيبي مد إيدك وساعده. هنقعد نلف حوالين الكلام وما ننفذوش؟ ما ينفعش. أخطأت هذه المرة، يعني اللي قبل كده ما كانش خطأ. الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. صلي إلى الرب. يا سلام، عارفين اللي يعني نقول له خلي بالك انت ماشي في سكة غلط، هتضيع نفسك. بس صلي لي، بس صلي لي، صلي لي، انا عارف انا وحش، صلي لي. حتى لو الملائكة والسمائيين والارضيين كلهم بيصلوا لك وانت ما انتش عايز تتوب، مش هتستفاد بصلواتهم، هما اللي هيستفادوا بس انت مش هتستفاد. ان انت ما عندكش الاستعداد ما عندكش الارادة انك انت تسلم حياتك لربنا وتدي ارادتك لربنا. صلي الى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فاطلقكم ولا تعودون تلبثون. لا تعودوا تلبثون، يعني ما تفضلوش قاعدين، تمشوا بس، وقف وقف النار دي والبرد ده والحاجه صعبه خالص خالص. فقال له موسى عند خروجي من المدينه ابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد ايضا لكي تعرف ان للرب الارض. شوف اديك علامه علشان اقول لك ان الحكايه مش جايه بالصدفه ولا دي نوه كده يعني شديده شويه وتعدي، لا دي جايه من ربنا من ساعه ما انا رفعت ايدي للسماء وبعد كده هرفع ايدي تاني. ابسط يدي الى الرب، الموضوع جاي من ربنا، انا مجرد برفع ايدي علشان اطلب، او هو زي ما بيقول لي مد ايدك بمد ايدي. هو للرب الارض وملؤه، هو الضابط الكل وهو اللي مسيطر على كل حاجه، هو اللي باعت. فانا هخرج من المدينه قدامك وابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد ايضا لكي تعرف ان للرب الارض. واما انت وعبيدك فانا اعلم انكم لم تخشوا بعد من الرب الاله. موسى برضو ايه رمى له كلمه كده، قال له انا باين عليك وانت وعبيدك ان كنتم بتقولوا كلام بس كده، لكن لسه مخافه ربنا ما دخلتش قلبكم وما عملتوش اعتبار لوصيه ربنا والكلام. فالكتان والشعير ضربا لان الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا، واما الحنطه والقطان فلم تضرب لانها كانت متاخره. يعني كانت النباتات يعني بعضها خلاص كبر وبدأ يطلع بذور، فطبعا ده راح، لكن الحاجات اللي يعني راح مع البرد ده وكده اتدمر كله. أما الحنطة والقطاني اللي هو الفول الأخضر والقمح ما جرى لهمش حاجة لأنهم كانوا طالعين طبيعي متأخر فما كان ملحقهمش البرد ده. فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده. فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد إيه؟ عن يد موسى. ده الإصحاح الإيه؟ ده الإصحاح التاسع. إذا كان حد عنده تعليق أو سؤال في الإصحاح ده وبعد كده ندخل في الإصحاح الإيه؟ العاشر. هنلاحظ هنا إنه حتى فرعون وهو بيقول أخطأت تحس إنه مفيش في قلبه توبة، مفيش في قلبه توبة، مجرد كلام بس، مفيش توبة حقيقية ومفيش إيمان بربنا. الإصحاح العاشر هنكمل برضو الإيه؟ الضربات. ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم.
ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون أني أنا الرب. حتة لذيذة جدا إن دايما الشاطر اللي يتذكر أعمال ربنا ويحكيها يسلمها للأجيال اللي وراه. ده ربنا عمل معانا وعمل معانا، عمل معايا وهيعمل معاك يا ابني. زي ما وقف جنبي هيقف جنبك، زي ما كان أمين معايا هيكون أمين معاك، زي ما كان كريم وجنرس معايا هيكون معاك. اوعى تخاف، اوعى تقلق، ربنا قدير. عشان كده احنا لما نيجي نصلي نقول ايه؟ نقول له نشكرك يا إله آبائنا. طب ما هو إلهنا، اشمعنى بنقول إله آبائنا؟ لأن آبائنا اختبروا ربنا أكتر مننا وسلمونا الخبرة دي. فاحنا دايما بنفتكر لربنا إنه عمل مع آبائنا وأجدادنا، عمل مع الكنيسة. مين يقول إن الكنيسة تفضل قوية ومنتعشة في ظل الظروف الفظيعة اللي تعرضتها على مدار التاريخ؟ ده عمل ربنا مع آبائنا المخلصين اللي كانوا بيصرخوا ليه وهو أنقذهم، وكانوا محافظين على الأصوام والصلوات والمطانيات ومحبة ربنا والتسابيح في قلبهم، وتركوا لنا تراث عظيم وضخم من التسابيح والصلوات والقصص الحلوة عن عمل ربنا معاهم بنقراها كل يوم في السنكسار. دي أعمال ربنا، إله آبائنا وإله أجدادنا، هو اللي عمل معانا. وعشان كده إحنا كمان إيه؟ نحكي لأولادنا. شوفوا الكنيسة تحكي كل يوم قصة ولا اتنين، كل يوم نحكي في السنكسار قصة ولا اتنين حلوين عشان خاطر نشوف إزاي عمل ربنا مع آبائنا. عشان كده بيقولوا كده تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك، حفيدك، تقعد معاه وتقعد تحكي له. احنا شفنا بعينينا النار بتجري على الارض، شفنا ازاي المصريين بيتضربوا بالدمامل وبيتضربوا بحاجات كتيره واحنا كنا في سلام. شفنا عمل ربنا، احكي قدره ربنا. وبآياتي التي صنعت بينهم فتعلمون اني انا الرب. فدخل موسى وهارون الى فرعون وقال له هكذا يقول الرب اله العبرانيين، الى متى تأبى ان تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإن كنت تأبى أن تطلق شعبي ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك. هتلاحظوا تنويعة في حاجات من الطبيعة وحاجات من المخلوقات، بيبين قدرة ربنا وسلطانه على كل حاجة في الأرض. فيغطي وجه الأرض الجراد، طبعا الجراد ده يعني مصر ما شافتوش كتير زمان، يمكن من 15 سنة كان جت موجة جراد على مصر، بس موجة صغيرة مش كبيرة يعني. ونشكر ربنا تم التخلص منها والهوى زقهم في حتت بعيدة، بس الحتت اللي بينزلوا عليها الجراد ينزل على الأخضر في دقايق يخلص على الأخضر أي حاجة خضر. الجراد ده فظيع، بس كانت حاجة بسيطة يعني. لكن ده بيقول إيه؟ أجيء بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطيع، حتى لا يستطاع نظر الأرض. يعني عامل طبقة كده على الأرض لدرجة أن الناس مش هتشوف الأرض نفسها. ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد اللي فاضل. عشان كده كان بيقول أن الحنطة والقطاني يعني القمح والفول ما تضروش، الشعير والكتان هم اللي تضروا، فدول اللي فاضلين دول الجراد هياخدهم. ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين، الأمر الذي لم يره آباؤك ولا آباء آبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. طبعا عبيد فرعون واقفين حواليه مستشارين والعبيد. فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ يعني الرجل ده فخ منصوب لينا ولا ايه؟ احنا وقعنا وقعة ما احناش قدها،
احنا وقعنا وقعة ما احناش قدها. اتق الراجل ده وشوف عايز ايه، خلصه وخلينا نخلص منه لان مصر خربت. فرد موسى وهارون الى فرعون فقال لهم، قال لهم طب ابعتوا لهم ابعتوا لهم، فجابوه. فقال لهم اذهبوا اعبدوا الرب الهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ يبتدي ايه؟ يفاصل. ما الشيطان ما يتخلصش من الغنيمه بتاعته بسهوله. هو واخد الشعب تحت سلطان. انسان مثلا واقع تحت ايد الشيطان، بهدله وبيذله ومستعبده وربطه بالخطيه، مش بسهوله هيسيب، مش بسهوله كده يتنازل ويسيب. فمن ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى، موسى كان واضح خالص مش بتاع لف ولا دوران، نذهب بفتينا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا، بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. كل حاجة كبر وصغيرين وكله مش هنسيب فتفوت، عندنا عيد مع ربنا. احنا حياتنا مع ربنا دي كلها عيد، كل أيام حياتنا دي عيد عيد. فقال لهم يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا، ليس هكذا، اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. فطرد من لدن فرعون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول له يعني أنت ممكن نفهمها يعني بحاجتين. ممكن نفهمها الأول إنه يعني كتير عليكم إن كنتوا تاخدوا كل الناس دي وتطلعوا، ممكن يعني تواجهوا مصاعب، فيعني الرجال بس هم اللي يروحوا يعبدوا ربنا. أو المعنى اللي يمشي أكتر مع السياق إنه بيقول لهم إيه؟ يعني انتوا هتاخدوا كل حاجة وهسيب لكم كل حاجة؟ لا، ده انت بقى ناوي على شر وانا مش هسيبك مش هنفذ لك طلبك ده. عايز تروح الرجالة بس هما اللي يروحوا يعبدوا، والاطفال مالهم والشيوخ مالهم، كل الباقيين يقعدوا، وانتوا الرجالة بس اللي تروحوا، والا خلاص ليس هكذا، أنا مش هنفذ طلبك. ومشاه فطرد من لدن فرعون. وقال الرب لموسى خلاص يلا ياخد التجربة بقى، الضربة التامنة دي، مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض وكل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر، وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا، لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده أيضا كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى اظلمت الأرض. عارفين يعني ايه اظلمت الأرض؟ يعني الجراد وهو طاير كده غطى على الشمس، يعني زي يوم زي النهارده كده في سحاب تقيل، فتلاقي الدنيا مظلمه شويه. ده بقى غطى خالص، يعني مش سحاب، غطى ظلمت الارض من كتر ما الجراد عامل طبقه كده وجاي بهجوم، ففاصل سطح الارض عن نور الشمس، فمخلي الارض مظلمه. وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. طبعا يعني إيه؟ كارثة، الناس مش هتاكل، يعني كارثة، الناس هتجوع وناس هتموت. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما. هو كان قايل الكلمة دي برضو إيه قبل كده، أخطأت إلى الرب هذه المرة، المرة دي برضه أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفح عن خطيئتي هذه المرة فقط. برضه هذه الإيه؟ المرة فقط بيشتغل.
من غير توبة، لكن إيه يحاول بقى شوية يفوض شوية يخدع شوية يلف ويدور. اصفع عن خطيئتي هذه المرة فقط، وصلي إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. بس الموت ده يشيله بس من سكتنا، ده موت، ده كلنا هنموت كده. الأرض ما بقى يعني إحنا عايشين على ثمر الأرض ده، فهنعيش إزاي كده؟ فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف، الجراد اللي طاير في الهواء يعني. لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. دي الضربة التامة. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. يعني حاجة واحد يحس بيها كده، ظلمة كاملة. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، فلم يبصر أحد، لم يبصر أحد أخاه، ولا قام أحد من مكانه 3 أيام من الظلام الكامل. لكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. هي ثمرة اتباع الشيطان كده، ثمرة اتباع الشيطان دايما ظلام، ولا إنسان نفسه بيتخبط ومش عارف يقوم ويتحرك من مكانه، مش شايف السكة، في حين ولاد ربنا دايما حياتهم منورة، دايما بيوتهم فيها نور، دايما كلامهم فيه نور ينور للآخرين، دايما تصرفاتهم تصرفات نور، هم أولاد النور بيسلكوا في النور. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى. برضو إيه عايز يخلي مسمار جحا؟ عارفين قصة مسمار جحا؟ ها؟ فين جحا اللي باع بيته وبعدين خلى كده حط مسمار وقال للشاري، قال له: بص البيت كله بتاعك اهو، بس انا ليا المسمار ده، ها، ويعني انا المسمار ده غالي عليا خالص، فيعني اسمح لي ان انا ابقى اجي ابص عليه بس اطمن عليه ده بتاعي. فاللي يعني اللي بيشتري قال ايه يعني مسمار، مفيش مشكله. لا، في طبعا انتوا عارفين القصه يعني. كل شويه داخل طالع عشان عايز ليه يطمن على المسمار، يظبط المسمار، داخل خارج داخل خارج داخل خارج. في الاخر الانسان بيفقد حريته لما يكون في حاجه هو مربوط بيها، حتى ولو خيط رفيع، حتى ولو حاجه مش باينه، بس في ربط، في حاجه انا مربوط بيها في محبه العالم، في حاجه كده مش مظبوطه. خطير جدا ان الانسان يكون مربوط كده. فقالوا: طب بس سيبوا لنا البقر والغنم، روحوا اعبدوا ربنا، غير ان غنمكم، غنم هيفضل غنمكم برضه يعني، ده بتاعكم في اي وقت يعني، انتوا هتيجوا هتلاقوه، مين احنا عايزين نيجي؟ غير ان غنمكم وبقركم تبقى، اولادكم ايضا تذهب معكم. شوفوا الايه الديل، ها، الشيطان يحاول يعمل ديل مع الناس، يقول له: اه روح برضه الكنيسه، بس برضه بس في حاجه يعني ايه، دي يعني حاجه لذيذه بتتسلى بيها في البيت، ما تتخلصش منها، تخلصش منها. لا، اللي عايز يبقى كل قلبه لربنا، اي حاجه تمت للخطيه بصله او ممكن تفكره حتى بالخطيه، حاجه من ريحه الخطيه، يتخلص منها، ما يقعدهاش عنده. مفيش حاجه تفضل تحت ايد عدو الخير. الغنم والبقر دول لو سابهم في أرض مصر يبقوا دول تحت سلطان فرعون. ما خليش حاجة من أي حاجة في حياتي تحت إيد عدو الخير، ما فيش دقيقة وقت في حياتي يكون تحت إيد عدو الخير، وإلا هيحاربني بيه، وإلا هيبقى هو الخيط اللي هيجرني بيه ويوقعني بيه ويشدني بيه مرة تانية للعبودية. فقالوا: هتروحوا وتعبدوا ربنا بتاعكم ده، وتروحوا بكل عيالكم واولادكم وكل حاجه، بس سيبوا الغنم والبقر. فقال موسى، موسى يعني اخذها ايه،
باستنكار كده بس يعني حطها له في شكل دعابه. قال له بقى انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا؟ يعني احنا لما مش هنخرج بالبقر والغنم انت بقى تدينا من عندك ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا، يبقى انت اللي هتدينا برضه، فاحنا محتاجين الحاجات دي. فتذهب مواشينا ايضا معنا، لا يبقى ظلف ولا ضفر، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. احنا مش عارفين النظام هيمشي ازاي مع ربنا لحد لما نكمل مسيرتنا، فلازم يكون معنا الغنم والبقر عشان هنقدم منها لربنا. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقه، وقال له فرعون اذهب عني احترز لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. قال له بص بقى امشي من هنا مش هتشوف وشي تاني، ولو شفتني تاني هموتك. فقال موسى نعما قلت حسنا قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا. دي كانت الضربة التاسعة، وفعلا ما شافش وش موسى بعدها، يعني هو بعت له على الضربة العشرة. الضربة العشرة دي ما كانتش فيها إعلان لفرعون قبلها، الضربة العشرة كانت فيها تعليمات لشعب إسرائيل مش لفرعون ولا للمصريين، اللي هي ضربة الأبكار. وبالتالي قال له خلاص كويس إنك أنت قلت كده، فعلا لا أعود أرى وجهك إيه أيضا. كده يبقى خلصنا الإيه الإصحاح العاشر. إذا كان حد عنده تعليق أو سؤال يعني ممكن تسأله أو تعرف. لما ربنا بيقول لموسى غلظت قلب فرعون، أنا لو من موسى أقول طب خلاص أنا ماليش شغلة هروح أعمل إيه إذا كان أنت بأمرك أغلظت قلبه؟ يعني يقول له أنا مش عايز أشتغل معاك؟ ممكن أي واحد فينا ممكن يقول كده يعني. يعني أنا لو كنت مكان موسى كنت أقول إذا كان ده أمرك أنت ليه هتحرجني مع الناس دول؟ يعني هل الخادم بيدور على إحراجه؟ لا مش ده قصدي، بس الخادم عليه يوصل الرسالة اللي ربنا عطاها، ما يتدخلش كتير في تدابير ربنا وفي قلوب الناس وعقله. الخادم مهمته إن هو يوصل الرسالة، يوصل الرسالة زي ما ربنا يقول. في أرمية يقول له إن، وفي حزقيال يقول له إن سمعوا وإن أطاعوا وإن رفضوا أوكي أنت وصل الرسالة، عليك توصل الرسالة. في ناس قلبهم زي الحجر وفي ناس هيسمعوا حتى ولو كانوا قلة، أنت عليك توصل الرسالة. في سفر إشعياء، عارف الدعوة بتاعت إشعياء؟ كانت في إشعياء 6، ما ربنا قال من يذهب لأجلنا، من أرسل ومن يذهب لأجلنا. فإشعياء قال له ها أنا ذا، قال له روح كلم الشعب، والشعب ده أنا غلظت قلبه وتقلت سمعه وما بقاش بيفهم، وروح قول لهم سمعا تسمعون ولا تفهمون، ووصل لهم رسالة إن ربنا عايزهم يتوب. وطبعا كل سفر إشعياء حتى من أول إصحاح بقى بيتكلم على ربنا بيقول لهم تعالوا نتحاجج وتعالوا نتوب، وإذا كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. مين سمع؟ يمكن في ناس سمعت وفي ناس ما سمعتش. اللي بيخدم ربنا بيوصل رسالة ربنا بصرف النظر عن الثمر يطلع ايه، او بصرف النظر عن رد الفعل من الناس. فموسى ربنا بدأ على فكرة موسى يسخن مع ربنا، يعني بدأ موسى كان في الاول هارون هو اللي بيتصرف بيرفع ايده، دلوقتي تقريبا هارون مش يعني موسى هو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي بيبسط ايده، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيصلي، هو اللي بيعمل كل حاجة. فموسى بدأ يفهم يعني إيه يخدم ربنا،
يعني ايه يبقى أداة طيعة في ايد ربنا؟ يعني ايه يوصل الرسالة بتاعت ربنا؟ ربنا عايز كده اللي يوصل الرسالة. واذا كان في حاجة من محبته للشعب وللخدمة، هنشوف بعد كده هو بيحاجج مع ربنا في حاجات، بس ربنا يقول له خلاص انا هفني الشعب، يقول له يا رب ازاي بس، وياخد ويدي معاه. يعني ربنا ما بيلغيش شخصية الخادم اللي معاه، ما بيلغيش شخصيته، بس عايز واحد مطيع وفاهم، وبعدين لو عنده تفاهم او تساؤل او حاجة يتكلم. يعني يونان لما ربنا بعته، ايه رأيك؟ عايزة تبقي زي يونان؟ يقول له لا مش رايح، ها؟ وفي الآخر راح وتابوا. مهم ان هم تابوا، دول بلد وثنية وتابوا. ويونان زعل، ايه الإحراج ده بقى؟ لا، الخادم ما يفكرش في الإحراج، الخادم دايما يوصل الرسالة بالظبط، زي ما ربنا قال لإرميا كده، قال له ها أنا أضع كلامي في فمك، أضع كلامي في فمك، مد يده ولمس فمي، وقال لي ها أنا أضع كلامي في فمك. فهو اللي بيخدم ربنا يوصل كلام ربنا للناس، يقول له يا رب حط كلامك على فمي يا رب، أنا مش عايز أجيب حاجة من عندي، أنا عايز كلامك هو ده اللي يوصل للناس، مش رأيي الخاص ولا كلامي أنا. شكرا أبونا. بس ممكن ربنا يتعامل مع نوعين من الناس، واحد زي موسى واحد زي يونان، إنما ما كانش زعلان، يعني هو بيتعامل بضعف كل واحد معنا. طبعا ربنا بياخد كل واحد ويرتقي به. طول باله على فرعون. لا هو حلو وحنين وبيستحملنا. حد عنده تعليق أو سؤال؟ طيب لربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تنبيه بس صغيرة تقوله لنا دميانة، حاجة مهمة كده مجهزها لكم وبعدين نصلي على طول. كنت قلتوا ان انتوا تحبوا تقروا في الكتاب المقدس مع بعض، فاحنا هنقرا، نبتدي نقرا من سفر يشوع. ففي هنا ورقه سؤال او سؤالين على كل اصحاح، كل ما نقرا الاصحاح نكتب الاجابات، وممكن اللي عنده سؤال كان صعب عليه وبحث شويه ولقى الاجابه يعني ممكن نتشارك بيها مع بعض كل يوم اربع. اللي عنده سؤال حابب يتناقش فيه ممكن نتناقش فيه. فدي بس هنبتدي كده قرايات يوم بيوم. هو القرايات بادية من امبارح، عشان احنا ابتدينا ده من الام مع الام دولاجي، اجتماع الام دولاجي امبارح، فالتاريخ بادي من امبارح، بس هي نفس الدراسة. مفيش صورة واضحة الاسئلة. شكرا. ونهايته القوي. القوي ده يعني من غير ربنا يبقى ولا حاجة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب يسوع من كل قلوبنا نشكرك لأنك أنت قوتنا وسندنا ومعيننا، نشكرك لأنك اخترتنا نكون أولادك، نشكرك يا رب لأنك بتقودنا في موكب نصرتك وتظهر بينا رائحة معرفتك في كل مكان، نشكرك يا رب لأنك بتدينا الحرية وبتدينا الفرح وبتدينا النعمة وبتدينا النور. أعطينا دايما يا رب إن احنا نتبعك بكل قلوبنا ونخافك يا رب، نقدر كلامك ونطلب وجهك، واثقين أنك لا تخزنا، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون. باركنا بكل بركة روحية من الشفاعات ومن السترات، بركة كروزنا مريم مرقس كل مصاف قديسين، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ابزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا نرك الملك والطول. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. انضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.